إذا لمتابعة تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وأيضا سنبحث وزيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بليكن المنطقة في ظل حديث عن صفقة لتبادل الأسرى، وربما أيضا تكون هناك اتفاقات أخرى. ينضم إلينا عبر سكايب من أم الفحم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني صالح لطفي، وعبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في الشأن الفلسطيني الدكتورة فاطمة الوحش. مرحبا بكم في بانوراما الرافدين. أبدأ معكم أستاذ صالح، يعني بعد أكثر من 3 أيام على إرسال مقترحات مخرجات اجتماع باريس، المقاومة ردت ببيان، ولكن كيف تقيم رد المقاومة على مخرجات باريس؟ الكريم، المقاومة كانت واضحة من اليوم الأول فيما يتعلق في واقع أي حاضر ومستقبل قطاع غزة وبالتالي عموم القضية الفلسطينية. نحن الآن أمام حالة تجاذب غير مسبوقة في جدل العلاقات والمتوترة أصلا بين الجانب الإسرائيلي ممثلا بالأجهزة الأمنية التي هي ترعى هذا الإطار وهي تعمل عليه بالاتفاق الكامل مع رئيس الوزراء نتنياهو، وبين المقاومة التي تتكون من عدة فصائل. في اعتقادي أن المقاومة تهدف في هذه المرحلة الأساسية إلى وقف القتال ووقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات اليومية الحاصلة على قطاع غزة والتي تودي يوميا بمئات المواطنين وبمئات الجرحى، ومن ثم فهذا الإطار باعتقادي وفقا لقراءاتي لما يرشح وما يتحدث به من يمثل المقاومة أو من يقوم بتحليل سياسي بالنيابة عنها، هي تقع في مثلث ضلعه الأول وقف إطلاق النار. الآن لا نتحدث عن شامل أو غير شامل، وقف إطلاق النار هذا يتطلب بالضرورة الشروع في مسألة الرهائن والأسرى الفلسطينيين، نعم، ومسألة أخيرا مسألة الإعمار في داخل قطاع غزة وإدخال الأغذية وإدخال الأدوية. البعد الإنساني، البعد البشري هو الهاجس الأساس الذي يحكم الآن علاقة المقاومة مع القطاع من جهة ومع الاحتلال من جهة أخرى. طيب دكتورة فاطمة، أجدد الترحيب بكم. يعني كما تعرفين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بدأ جولة جديدة في المنطقة، انطلق من المملكة العربية السعودية، وذلك سعيا لإبرام هدنة وصفقة لتبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل. بداية، كيف تقيمين تحركات بلينكين وتوقيتها؟ مساء الخير. بالنسبة لزيارة بلينكين للسعودية أو بداية من السعودية مقصودة، هي لأن السعودية ترهن لعملية لتبادل أو ما يسمى الصفقة هاي بعملية التطبيع مع العدو الصهيوني. طبعا هي في تطبيع أصلا، لكن التطبيع غير معلن، لكن تريد أن يكون معلنا وبشكل رسمي عن طريق ما يسمى حل الدولتين، اللي هو مشروع الملك عبدالله في 2003. نعم. اللي كان موقع بينهم، وعبارة عن إعادة إحيائه، وتريد أن تأخذ اللي هي ما يسمى الصفة الشعبية والصفة العربية، وتريد أن يعني أن تظهر اللي هي نفسها بنوع من أنواع الظهور البارز عن طريق اللي هي إنه تريد أن تحقق أو ما يسمى الحلم الفلسطيني اللي هو حل الدولتين أو غيره من هذا القبيل، وأنها لن تقبل إلا بقضية اللي هي لن تقبل يعني بشروطها إلا في موضوع ما يتعلق بما يسمى التطبيع وغيرها. لكن أيضا هي تريد أن تقول كلمة أيضا لأمريكا، اللي هي في اتفاقيات أخرى بينها وبين أمريكا، اللي هي ما يتعلق بالدفاع المشترك وقضية اللي هي نحن نريد أن يكون هناك نوع من أنواع الاتفاقية بين السعودية وبين أمريكا اللي هي الدفاع المشترك، وأن تكون الأسلحة التي تزود بها السعودية هي ذاتها نفس الأسلحة التي تزود بها إسرائيل ونفس الإمكانيات، وبالتالي حتى تعمل نوع من أنواع الوقاية لنفسها، يعني تريد أن تحقق مصالحها عن طريق اللي هي ما يسمى العدو الفلسطيني أو القضية الفلسطينية. الحقيقة أن فلسطين هي أصبحت يعني زي ما بيحكوها البقرة الحلوب لكل الدول العربية، يعني حتى قبل فترة
مش بس السعودية، السعودية تحاول أن تصل إلى تحقيق أهدافها السياسية عن طريق فلسطين، وأيضا مصر، مصر التي كان يعني انقطع عنها الكهرباء من كم فترة. قبل فترة عم بسمع أن إسرائيل تقوم بتزويدها عن طريق اللي هو الغاز الغزلي، فيقوم بتزويدها لإنارة مصر مرة ثانية. فبالتالي يعني مصر، فلسطين كأنها هي البقرة الحلوب التي يستفيد منها كل المنطقة العربية وعلى رأسها السعودية. أستاذ صالح، يعني إذا كان بلينكين جاء إلى المنطقة وهو يحمل ورقة باريس، ولكن هل تجد ما ورد في هذه الورقة يتوافق مع المحددات الأربعة التي حددتها المقاومة الفلسطينية؟ الجواب المباشر بالقطع لا، هذا الجواب المباشر. الجواب السياسي في خضم الواقع المعاش على أرض قطاع غزة، والحرب المستعرة بين الجيش من جهة وما يملك من قوة هائلة ودعم غير مسبوق أوروبيا وأمريكيا وللأسف الشديد أيضا عربيا، وبين مقاومة يكاد تكون مهيضة الجناح في محيط عربي وإسلامي، يتطلب من الطرف الأضعف وبهذه الحالة المقاومة أن تنظر بأبعاد سياسية عميقة اتجاه هذا المشهد. صحيح أن المقاومة منذ البدايات الأولى وضعت إطار تفضل فيه، أسميه أنا الإطار في مضلعاته الرباعية، لكن في السياق ذاته في اعتقادي أن ما يجري الآن من أحاديث في الغرف المغلقة ومن رسائل متبادلة تقوم بها قطر ومصر بين إسرائيل والأجهزة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية المصغرة والمقاومة، باعتقادي أن هناك مساعي لتقليص حجم الخلاف، أولا بإنزال المقاومة والاحتلال كلاهما عن الشجرة لمصلحة المواطنين في الدولتين من جهة، ولمصلحة تحديدا في سياق المقاومة أهلنا في قطاع غزة. ومن ثم فنحن سنشهد في الأيام القادمة مفاوضات ذات بعد عميق وشديد ومواقف تتمطرس بها المقاومة للحصول على أكبر قدر ممكن من الإنجازات التي يمكن تحقيقها من خلال الأطر الرباعية التي وضعوها. دكتورة فاطمة، حكومة الحرب في الكيان المحتل رفعت سقف طلباتها، ولكن هل ترين أن حكومة نتنياهو سيمررون ورقة باريس؟ هلا في فرق بين هي الداخل الفلسطيني والداخل الغزي، يعني داخل فلسطين المحتل في العمق المحتل عند العدو الصهيوني، انه هناك ورقة ضغط شعبية على حكومة نتنياهو في عملية اللي هي ما يسمى الرهائن، وعملية اللي هو إحداث تغير نوعي في الحرب. بينما المقاومة الفلسطينية هناك نوع من الاحتضان الشعبي للمقاومة، وبالعكس يعني في الفترة الأخيرة زاد إنه إحنا كل هالخسائر التي خسرناها لن نقبل بأن تكون المفاوضات إلا على أعلى المستويات ومن الشعب، وأيضا لن نقبل إلا بأن تكون يعني رفع الحصار، إغلاق فتح المعابر على طول. يعني الشعب الآن في الشعب الغزي يطالب المقاومين بأن يرفعوا سقف اللي هو المطالبات في عملية المفاوضة، في عملية الصفقة. هذا ناحية. ناحية ثانية، الميدان يتكلم الآن، الكل يتكلم عن موضوع منطقة شمال غزة. شمال غزة حقيقة إنه في حاجة من انهزام كبير جدا بالنسبة للقوات الإسرائيلية، وما حدث اللي هو عملية يعني الصورة الحقيقية اللي هي لم تصل إلى المجتمعات، إنه الإنجازات الحقيقية للميدان الواقعي في داخل غزة عن طريق المقاومة أعلى بكثير مما نسمعه. وبالعكس الآن في عملية نوع من أنواع اللي هي التفكيك للبنية الرئيسية للعدو الصهيوني في كل المناطق إجمالا، وخاصة في منطقة خان يونس وتل الهوى، المناطق اللي هي جنوب تقريبا القريب يعني الوسط والجنوب من مدينة غزة. فبالتالي اللي هو إنه تحقيق اللي هي الإنجازات بتكون واضح إنها تماما إنها على أعلى المستويات، وبالتالي هاي اللي هو نجاحهم في عملية أو نجاحهم الميداني هو راح يرفع أيضا من سقف اللي هو طلبات من داخل اللي هو الميدان الفلسطيني، عكس ذلك تماما بالنسبة للعدو الصهيوني.
أستاذ صالح، نبقى في سقف المطالب. هناك من يرى أن حكومة نتنياهو ترفع السقف، وذلك من أجل الحصول على أفضل شروط. كيف تقرأ ذلك إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار تصريحات بن غفير وسوميتريش؟ الكريم، في داخل المؤسسة الحاكمة في إسرائيل صراع. نعم. صراع قسم كبير منه خفي وقسم ضئيل منه يطفو فوق السطح. مسألة رفع السقف التي يطالب بها بن غفير وسموتريش هذه حقيقة هي مطالب نتنياهو. نتنياهو هو إنسان أيديولوجي بالدرجة الأولى وقبل أن يكون سياسي، وهو الآن يعتقد أن أمامه فرصة تاريخية لفرض شروط لمصلحة إسرائيل يمكن أن تخدمها لعقود قادمة. وبالتالي رفع هذا السقف هو حقيقة يتجاوب ويتساوق مع ثلاثة أمور. أولا، مع المجتمع الإسرائيلي الذي هو في حقيقة الأمر يخرج مظاهرات يومية من أجل الرهائن، ولكن في الوقت نفسه هو مع هذه الحرب واستمرار هذه الحرب. السياق الثاني، أن نتنياهو يتعرض لضغط أمريكي غير مسبوق وهائل اتجاه هذه الصفقة التي هي بالضرورة تخدم بايدن في الانتخابات القادمة والسياسات القادمة، على الأقل الفلسطينيين والجاليات العربية والجاليات غير الأجنبية غير الأمريكية يمكن أن تتراجع بعض الشيء اتجاه موقفها المتشدد. وبالتالي هو يطالب نتنياهو بإخراج سموتريتش بن غفير من السلطة والحصول على دعم خارجي من لبيد، الذي أعلن اليوم أمس أو أول أمس أنه على استعداد للقيام بمثل هذه المهمة. والسياق الثالث هو شخص نتنياهو. نتنياهو كما تعلم يتعرض منذ أكثر من 3 أعوام لمساءلات قانونية يمكن أن تفضي به إلى السجن. وبالتالي هو كلما أمد هذه الحرب وكلما صعد من الموقف كلما تحصل على تأييد شعبي وأحال القضية من قضية قضائية إلى قضية شعبوية تخدم وجوده السياسي بالدرجة الأولى. دكتورة فاطمة، في ظل الحديث عن المؤثرات أو بالأحرى عن التأثيرات، هل هناك ربط بين الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون الجمهوريين لتقديم المساعدات للاحتلال؟ هل هناك من ربط بينه وبين زيارة بلينكين إلى المنطقة من وجهة نظركم؟ هلا بايدن اتوقع انه عنده مشاكل داخليه في داخل الواقع الامريكي وحجمونا. نعم دكتورة فاطمة، يبدو اننا فقدنا الاتصال مع الدكتورة فاطمة، ربما سنعاود الاتصال بها. ننتقل الى الاستاذ صالح. استاذ صالح، لو نعود الى رد المقاومة على ورقة باريس، يعني على ماذا راهنت المقاومة في ردها على ذلك؟ تراهن على 4 قضايا أساسية. أولا، على ثبات والصبر ومصابرة المدنيين في قطاع غزة واستعدادهم لمزيد من الصبر والثبات للحصول على أكبر قدر ممكن من الإنجازات. راهنت على النفس الطويل الذي تتمتع به المقاومة. كان الجميع يتوقع أن هذه الحرب ستنتهي خلال 3 إلى 4 أسابيع. نعم. هي دخلت شهرها الرابع، وبالتالي نحن تجاوزت شهر الرابع، وبالتالي نحن أمام معركة طويلة. وفي سياقها الذاتي، إسرائيل كدولة سواء على مستوى الجيش أو على مستوى جهازها الأمني أو على مستوى مواطنيها أو على مستوى قوة الاحتياط فيها أو كل ما يتعلق بالحالة العسكرية فيها، هي لا تستطيع أن تصبر هذا الوقت الطويل، لأن له مؤثرات كبيرة جدا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة. والمقاومة متنبهة إلى الجدل القائم بين بين الدولة في سياقها الاجتماعي البشري الإنساني وبين الجهاز الأمني العسكري الذي بن شطائر يقوم بحرب على قطاع غزة. الأمر الثالث، أن المقاومة تراهن على الخلاف داخل المؤسسة الحاكمة. ليست كل الأصوات التي تخرج بالضرورة في السياق الإسرائيلي متناغمة ومتجانسة. حتى في داخل الليكود نفسه اللي هو فيه أكثر من 12 عضو يطالبون بإبادة قطاع غزة بالتنسيق التام مع اليمين الديني واليمين القومي، إلا أن هناك في داخل الليكود من يعتقد أن هناك ضرورة ماسة للدخول مباشرة إلى حقل المفاوضات لإنهاء هذا العنت الذي يواجهه المجتمع الإسرائيلي. وأخيرا، الأسرى
رهائن الأسرى في إسرائيل، الذين كما تعلم يقومون بمظاهرات يومية ويضغطون من الناحية النفسية أولا على رئيس الوزراء نتنياهو، نعم وثانيا على القيادة العسكرية، لأنه كما تعلم هناك بعض العسكريين أنفال إيزنكوت فقد ابنه في حرب في غزة وفقد ابن أخته في حرب طيب غزة، وهذا الإنسان كان في يوم من الأيام القائد الأعلى للجيش الإسرائيلي، وبالتالي نحن أمام شخصيات عسكرية وازنة في داخل المؤسسة الإسرائيلية سواء كانت داخل الحكومة أو خارجها تضغط باتجاه وقف إطلاق النار، وهذا كله تستفيد منه المقاومة. طيب دكتورة فاطمة، سألتك قبل انقطاع الاتصال، هل هناك ربط معين بين فيتو بايدن وزيارة بلينكن؟ بدقيقة لو تفضلت في ذلك. لا، أنا بدي أتكلم إنه بس زيارة بلينكن، يعني قرار فيتو ما فيتو هذا يعني كان قرار مختلف تماما عن زيارة بلينكن. الآن زيارة بلينكن للمنطقة هي تدور في فلك اللي هي الصفقة وعملية اللي هي التقارب وجهات النظر وعملية نقل اللي هي رسائل السعودية والعربية إلى الجانب الإسرائيلي، وعملية اللي هي الأخذ والرد في هذا النطاق. يعني لن تتجاوز هاي المرحلة في فيما يتعلق يعني الفيتو شيء، وقضية اللي هي الزيارة هاي أتوقع تحمل معاني اللي هي فقط نقل وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالصفقة، خاصة في لأنه حماس أعطت اللي هي الإطار العام اللي هو وقف إطلاق النار أو وقف شامل إطلاق النار، عملية الإغاثة، عملية الإعمار، ثم بعد ذلك النظر في نظرية اللي هي موضوع الأسرى اليهود لدى حماس. دكتورة عبر سكايب من أم الفحم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني صالح لطفي، وعبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في الشأن الفلسطيني الدكتورة فاطمة الوحش، شكرا جزيلا لكما.